السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة لأصحاب المعاشات، زيادة المعاشات 15% وموعد صرف معاشات يونيو 2024. ده محتوى فيديو النهاردة. قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. زيادة المعاشات 15% وموعد صرف معاشات شهر يونيو 2024. نشرت الجريدة الرسمية قرار من الرئيس السيسي رقم 183 لسنة 2024 لزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس 2024 بنسبة 15%. وطبعا بالنسبة لموعد كمان صرف معاشات يونيو 2024، ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو النهاردة. هيبدأ صرف معاشات يونيو 2024 لأكتر من 11 مليون مواطن مستحق أول الشهر من جميع منافذ الصرف الـ ATM وفروع بنك مصر الاجتماعي ومكاتب البريد. وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي ليها وقالت ان هيتم استمرار صرف معاشات يونيو من فروع بنك مصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الايام الماضية. وبالنسبة كمان لأماكن صرف معاشات يونيو 2024 من خلال ماكينات الصرف الآلي الATM في جميع انحاء محافظات مصر، بالاضافة كمان لمحافظ الالكترونية للمحمول وكمان نقاط شركة فوري ومكاتب البريد المصري. ووفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2024 من خلال الدخول للموقع الرسمي عن طريق الرقم القومي، الموقع الرسمي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وبتبتدي تكتب الاسم المستخدم وكلمة السر وتستعلم عن قيمة المعاش. بيتم ظهور البيانات كاملة وبتضغط على التفاصيل لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالمعيش. ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات الكاملة لتوفير المعيش في جميع المنافذ المختلفة. وبالنسبة كمان للمعيش بعد الزيادة، كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضي متضمن الزيادة اللي وجه بها الرئيس السيسي، وكانت بحد أقصى 1890 جنيه، بيستفيد منها أكتر من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق بداية من مارس الماضي. والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدأت ومستمرة في عمل تطوير كامل لمواقعها الإلكترونية والخدمات اللي بتقدمها على المواقع الإلكترونية لتقديم خدمة أفضل لأصحاب المعاشات وتسهيل عليهم في الوصول للمعاشات او التقديم الشكاوى الخاصة بالمعاش او معرفة الزيادة او اي تحديثات خاصة بالمعاشات عن طريق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ديت كانت كل التفاصيل الخاصة بمعاش يونيو 2024. هنتابع مع بعض لو في اي جديد هتعرفوه في القناة، فما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.